السلام عليكم ورحمة الله. نشرة السادسة من المرابطون نستهلها بالعناوين. وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا يقول إن جلسات التشاور التي انطلقت يوم أمس هدفها إنقاذ الحوار السياسي. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ينتقد جلسات الحوار التمهيدية ويقول إنها لن تزيد الشعب الموريتاني إلا ضررا. منتخب المرابطون للمحليين يواصل معسكره التدريبي بالعاصمة السنغالية دكار تحضيرا لمباراته أمام منتخب مالي مطلع الشهر. حياكم الله. قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد الأمين ولي الشيخ إن جلسات التشاور التمهيدية التي انطلقت يوم أمس تهدف إلى إنقاذ الحوار، كما أنها تعتبر فرصة للطبقة السياسية من أجل تدارك الفرصة ونقاش مختلف القضايا وتحديد تاريخ محدد للحوار. وأضاف ولي الشيخ خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن الباب ما زال مفتوحا أمام جميع الفرقاء من أجل المشاركة في جلسات الحوار وتحديد جدول أعماله. ايش التوقف؟ منين نخلق هذا التوقف بين ذيك الوفد الأغلبية ووفد المنتدى؟ قامت الحكومة أيضا بهذه المبادرة وهي فتح هذا اللقاء التشاور حول الحوار كنوع من إنقاذ لعملية الحوار. احنا نعتبره هذا نوع من إعادة الأمل والإنقاذ ونوع من التدارك أيضا الفرصة للطبقة السياسية والطبقة الاجتماعية وجميع الطبقات الموريتانية، جميع الطيف الموريتاني إياك يجتمع في حوار شامل. تعالوا هو لهم خيام، هو لهم قاعات معدة، إياك تشد الناس أخبار الحوار. اللي يبغي يبدأ ورك يبدأ ورك، اللي يبغي الحوار يبدأ بعد سنة يبدأ. أي نقطة يبغوها يحاور فيها، معناته أن الحوار ما هتبدأ، هذا عبارة عن فرصة متاحة لمن يريد الحوار. ولذلك الفرصة لا زالت متاحة والباب لا زال مفتوح للحوار ولمن يريد التحقيق بالحوار. واصلا الحوار اللي دور المعاهده دور تاجيل الحوار ما تبدا، هذا عباره عن لقاء، قلت لكم لقاء تشاوري لشد اخبار الحوار. قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن اللقاء التشاوري المنعقد بقصر المؤتمرات في نواكشوط عرف مقاطعة وصفها بالقوية، مضيفا أن السلطات الموريتانية لجأت إلى ما سماها محاولة خداع ومغالطة الرأي العام الذي لم يعد ينخدع بالأباطيل والحيل، وفق البيان الذي صدر عن منتدى الديمقراطية والوحدة، والذي انتقد أيضا تغطية وسائل الإعلام الرسمية لحدث اللقاء التشاوري متهما إياها بالكذب ومحاولة التضليل والإيهام. تواصل بقصر المؤتمرات في نواكشوط جلسات الحوار التمهيدية التي انطلقت أمس وسط مشاركة واسعة لأحزاب الأغلبية الداعمة لنظام الرئيس محمد بن عبد العزيز، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات النقابية والحقوقية والدبلوماسية في البلد. في جلسات الحوار التي حضرها كذلك شخصيات سياسية معارضة محسوبة على بعض أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. دعا الوزير الأول يحيى والحدامين مختلف مكونات الطيف السياسي في البلد إلى المشاركة في الحوار السياسي المرتقب، مؤكدا التزام الحكومة بتطبيق مخرجاته. وأشاد والحدامين بجلسات الحوار التمهيدية التي افتتحت صباح أمس واصفا إياها بالفارقة في التاريخ الموريتاني. نوجه من خلالكم اليوم دعوة صادقة لا لبس فيها لكل الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية وقادة الرأي في البلاد للمشاركة في حوار وطني شامل بدون شروط مسبقة توفر له الحكومة كل فرص النجاح المطلوبة. ونؤكد لكم بهذه المناسبة عزمنا الصادق وإرادتنا القوية في التجاوب بصدور رحبة وعقول مفتوحة
مع كل ما يطرح على طاولة الحوار من آراء ومقترحات، كما نعبر لكم عن التزامنا التام بتنفيذ كل ما سيفضي إليه هذا الحوار من نتائج. أيتها السيدات، أيها السادة، إن الأمل يحدون اليوم أكثر من أي وقت مضى في زوال كل العقبات التي ظلت تحول دون إرساء شراكة حيوية بين مختلف أطراف الطيف السياسي الوطني. قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيد محمد المحم إن الأغلبية الحاكمة في موريتانيا ستظل مستعدة للحوار مع مختلف الفرقاء السياسيين في البلد، مؤكدا سعيها إلى إنجاح جلسات الحوار التمهيدية والتي قال إن الهدف منها إشراك الجميع والتشاور معه في مختلف القضايا. مع ذلك تظل فخامة رئيس الجمهورية دائما ممدودة للحوار. إننا في أحزاب الأغلبية إذ نشكركم معالي الوزير الأول على إتاحة هذه الفرصة، فإننا نعلن أننا لم نتواجد هنا لإلقاء اللوم على أي كان ولا تحميل المسؤولية لأي كان، بل إننا نعلن أن يدنا كأحزاب بالأغلبية ممدودة للحوار مع كل الموريتانيين ودون سقف ودون شروط مسبقة، مع كل مكونات الطيف السياسي دون استثناء ودون إقصاء، وأن إرادتنا جادة للإسهام في هذا اللقاء التشاوري الموسع بما يضمن نجاحه خدمة للأمة الموريتانية التي نعتز بخدمتها والانتماء إليها. طلب الرئيس الدوري لكتلة أحزاب المعاهدة رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل والهميد طلب تأجيل موعد الحوار السياسي من أجل ضمان مشاركة مختلف الأطياف السياسية. وقال والهميد إن المعاهدة كانت وما زالت تدعو للحوار ومستعدة له، لكنها تدعو أيضا إلى أن يكون الحوار مجمعا ومتفقا عليه. قررت الأحزاب المنتسبة للمعاهدة غداة تسلمها رسالة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية التي دعاها فيها إلى حضور هذا الاجتماع، أن تجدد في ردها على الرسالة تمسكها بالحوار، مع المطالبة بتأجيل التاريخ المقرر لها حتى يستنى لها الاطلاع بدوري الوسيط المسهل بين الأغلبية والمنتدى. واليوم أحضر إلى هذه المشاورات ليس باسمي كرئيس حزب الوئام، بل بوصفي رئيسا للمعاهدة وبتفويض منها، لأؤكد لكم أننا ما زلنا نطالب بتأجيل هذه الجلسات أمامكم أنتم المجتمعين. قال الناشط السياسي المعارض والقيادي السابق بحزب تكتل القوى الديمقراطية بلال والورزق إنه شارك في جلسات الحوار التمهيدية استجابة لقناعته الشخصية، مضيفا أنه متمسك بالديمقراطية ومتشبث بجهته المعارضة. راسخة مني شخصيا ومن الكتلة السياسية التي أمثلها، وإيمانا بفائدة التشاور والتلاقي بين الفرقاء حول الهموم الوطنية الكبرى، فقد قررنا مشاركتنا فقد قررت المجموعة التي أنتمي إليها تلبية النداء، وقدمنا من أجل الدفاع عن قناعتنا وتشبهنا بالديمقراطية مع تمسكنا بالانتماء للمعارضة. من ناحية أخرى، خصصت لجنة الإشراف على حوار السابع من سبتمبر مقاعد بقصر المؤتمرات لقيادات أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
لكن هذه المقاعد ظلت شاغرة بفعل مقاطعة المنتدى. وقد استبق المنتدى تنظيم الحوار بندوة عقدها في نواكشوط لتأكيد إجماع أحزابه على مقاطعة ما أسموه المهزلة. المزيد في التفاصيل في التقرير التالي. مقاعد عديدة داخل قصر المؤتمرات خصصتها لجنة تنظيم الحوار السابع من سبتمبر لقادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، لكنها ظلت شاغرة بفعل مقاطعة أحزاب المنتدى للحوار، وإن شارك بعض أعضائها في أولى جلساته، من بينهم قياديون في حزب التكتل ورئيس مجلس بلدي عن حزب تواصل. المنتدى ظل يؤكد رفضه للحوار ويدعو لرد مكتوب على ممهداته التي بعث بها قبل أسابيع، مستبقا تنظيم الحوار بندوة في دار الشباب القديمة بالعاصمة نواكشوط أكد فيها إجماع أحزابه على رفض الحوار المهزلة كما يسميه. إحنا بعد رجال النساء أحرار، ومولتان بالنسبة للمماتر ما تختزل إلا المعلومون ولا يعد بها الغاية لحد. حوار ما هو حوار جاد ماشي مولتان إلى برلمان فاصلة مع الاستبداد، فاصلة مع الحكم الفردي، فاصلة مع الفساد. حوار ما هو مغدي هذه النتيجة لن نشارك فيها أبدا. قادة أحزاب المنتدى حضروا إلى الندوة للتأكيد على موقفهم الرافض للمشاركة في حوار يقولون إنهم لم يشركوا في التنسيق له، ويمثل بالنسبة لهم خروجا على مسار كانوا قد بدأوه مع النظام لتنظيم حوار يجمع كل الأطراف. الأخير يقول كلمة أخيرة عن الحوار حالا، النظام حالا يسجل لأي شخص قطعات بأحزاب وساحة منه. يلوذ له كان الله الصبح في الحوار ان ذاك الحزب جاء يمثل فلان والهلال. نختار نقول الحوار يعود بين طرفين، ما هو بين الاشخاص، والنظام هو بين طرفين، وطرفين عندهم طابع مؤسسي. مقاطعه احزاب المنتدى للحوار الجديد وضعف تمثيل المعاهده التي اكتفت بحضور رئيسها الدوري المكلف بايصال دعوتها لتاجيل الحوار يجعل من جلسات حوار السابع من سبتمبر إحدى المحطات التي ربما تعمق هوة الخلاف السياسي بين الأطراف، وهو ما سيجعل ظهور الدعوات إلى حوار جديد والمطالبة به مسألة وقت فقط. قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ول الرئيس إن موريتانيا رصدت موارد مالية وصفها بالضخمة للقضاء على الفقر والأحياء العشوائية، مشيدا بالاستراتيجية الموريتانية للحماية الاجتماعية لمحاربة التهميش والفقر. جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية وصندوق الائتمان متعدد المانحين بقيمة 19 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 6 مليار أوقية، لإطلاق برنامج اجتماعي لشبكات الأمان الاجتماعي بموريتانيا. يأتي هذا التمويل دعما للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تم اعتمادها وفق مقاربات تشاركية من أجل محاربة التهميش والفقر، التي تستوحي مضامنها من روح التكافل الاجتماعي التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد الاجتماعية الراسخة في مجتمعنا الموريتاني، ومبادئ العدل والإنصاف التي صادقت عليها المواثيق الدولية وهيئات حقوق الإنسان. وترتكز هذه الاستراتيجية المحاور التالية: الأمن الغذائي، التغذية، حماية البيئة ومواكبة التغيرات المناخية، النفاذ للخدمات الصحية والتعليمية، الأمن الاجتماعي والعمل والتشغيل، تحسين إطار المعيشة للمواطنين، المساعدة الاجتماعية وترقية المجموعات الفقيرة. أيها السادة والسيدات، يتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية إعادة قاعدة صلبة لمختلف التدخلات الاجتماعية عبر إنجاز سجل اجتماعي موحد للأسر الفقيرة في البلاد، وتنفيذ برنامج وطني للتحويلات النقدية الاجتماعية. دعا رئيس حزب المستقبل محمد والبربص الرئيس الموريتاني إلى إصدار عفو عن قادة مبادرة بعث الحركة الانعتاقية إيرا وإشراكهم في الحوار وطرح آرائهم وتقديم مقترحاتهم على حد وصف والبربص. وإننا لنتطلع بأمل قوي بعد شكرنا وتقديرنا لسير رئيس الجمهورية
نصر والحكومة ومن ساهم من قريب أو بعيد على فتح هذا الحوار المنتظر منذ فترة بعفو من رئيس الجمهورية يشمل الحقوقيين بيرام الداه العبيدي وزملائه، وقد قضوا فترة من محكوميتهم ليتسنى لهم كغيرهم فرصة حضور هذا الحدث الهام وطرح آرائهم مهما كان. غادر منتخب المرابطون للمحليين إلى العاصمة السنغالية داكار، حيث سيجري معسكرا تدريبيا تحضيرا لمباراته أمام المنتخب المالي في 5 أكتوبر القادم بباماكو، ويأتي ذلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2016 للمحليين. نتابع. منتخب المرابطون للمحليين يشد رحاله نحو السنغال من أجل إجراء معسكر تدريبي تحضيرا لمباراته ضد المنتخب المالي التي ستجرى في 5 أكتوبر القادم ضمن الأدوار المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2016 برواندا. تربص خارج أرض الوطن وعلى ملاعب الجارة السنغال من أجل أن يدخل المنتخب الوطني للمحليين مباراته مع مالي وهو في كامل استعداده للمواجهة المصيرية. تربص لن يخلو من مباراة ودية سيجريها المرابطون مع السنغال في 13 الجاري. المرابطون سيخوضون مباراة الذهاب أمام الخصم المالي الذي لا يريد سوى الفوز على أرضه وأمام جماهيره، ذكبرياؤه وتاريخه ربما يجعلانه يتلاعب بالمرابطون الذين أزاحوا السنغال ذات يوم من بطولة أمم إفريقيا للمحليين، ومالي ليست ببعيد من السنغال. ولأن مباراة الذهاب ستجرى في باماكو ومباراة الإياب ستجرى في العاصمة نواكشوط، حينها سيتم تحديد من هو المتأهل لنهائيات البطولة الإفريقية. هل يسير المحليون على نهج بسام وزملائه بعد اكتساح بافانا بافانا بالثلاثية؟ إلى العناوين. وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا يقول إن جلسات التشاور التي انطلقت يوم أمس هدفها إنقاذ الحوار السياسي. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ينتقد جلسات الحوار التمهيدية ويقول إنها لن تزيد الشعب الموريتاني إلا ضرراً. منتخب المرابطون للمحليين يواصل معسكره التدريبي بالعاصمة السنغالية داكار تحضيرا لمباراته أمام منتخب مالي مطلع الشهر القادم. دائما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها عبر الفيسبوك الدائم. بعد قليل في 6:30 تتابعنا حلقة هذا المساء من المشهد وتناقش موضوع أفق الحوار السياسي في موريتانيا. 9 حميد كانتي ومسائية المرابطون. في أمان الله.